فن الديكور مع جمانة أبو فاضل، واليوم الموضوع هو المرايات. بونجو جمانة. هيا رانيا، طبعا كثير منيحة أنا. جمانة ما بعرف كون كثير سيريوز وبوزي، بس كون معك لأنه هيك أنا وياك اثنيناتنا فن. مبلشين هيك مبلشين إنه لابقين تابك كثير مع هالشجرة الحلوة اللي وراك، مع الجرين هول. الشجرة شو بدي أعمل؟ مصير الشجرة. اليوم أنت صديقة للبيئة. وصديقة كمان للديكور. مني اليوم صديقة كمان للديكور، واليوم موضوعنا هو المرايات. كثير أوقات جمانة منحط مراية هيك لأن ما عنا شيء تاني نحطه، ما بيجي براسنا أي فكرة تانية. هل هالشيء مزبوط؟ وين كيف لازم تنحط مراية؟ هيدا أضرب شيء فينا نعمله، خاصة إنه في كثير مرات نورت مرايات من أهلنا، من قرايبنا، أو بيجينا كادويات، شو بدنا نعمل فيهم؟ نلزقهم كيف ما كان. هلا بسياق الصور رح فسر لكم كيف وليش وين ممنوع نستعمل المرايات، بس لانه عنا اياهم وملزوقين فيهم. كان لازم اجيب لك صوره مرايتين عندي انا، يمكن انتبهت اليوم فجاه انه انا كثير بحب المرايات وما كنت عارفه قبل. قبل ما نفتح الحديث، هل المرايه برات باب المدخل مسموحة أو ممنوعة؟ لا لا، مسموحة مسموحة كتير. هي المراية source of energy، يعني حلو، it's inviting. ترجعي بتشوفي حالك، مش بمعنى بدي شوف حالي فيها، بس إنه it's a reflection. هلأ خلينا نحكي رانيا أول شيء ليش بدنا نستعمل المرايات، شو هو المعنى الصحيح لاستعمال المراية. أول شيء هي بتعكس ضوء، بتعكس وسع، يعني لازم مهمتها أنه تكبر الإسباس يلي نحنا فيه، وبتعكس شيء حلو. إذا بدي حتى أنا بوش شيء بشع بلا ما حتى، أو إذا بدي حتى بوش شيء يعني كمان بلا ما حتى، وسط. سو هيدول الثلاث أشياء لازم هطول ناخدهم بعين الاعتبار لما بدنا نستعمل المرايات، أو وين بدنا نستعمل المرايات، لأنهم من أهم المبادئ لاستعمال المراية. هلأ في عدة أماكن، اليوم أنا وياكي رح منحدد حلقتنا للسلام والأنتري، وشوي رح منفوت على الكوريدور بغير حلقة. إيه صفرة أكيد. غير حلقة رح منخصص موضوع خاص لغرف النوم، كيف وين نستعمل المراية بغرف النوم، وللولاد كمان حلقة لحالة، لأنه عن جد موضوع كبير وحلو. جمانة، بما أنه حكيتي عن الضوء، كيف لازم تكون المراية موضوعة بالنسبة للضوء؟ مبرومة كليا بالعكس، كليا بالوجه، يعني إيه بدها تيجي رانيا بوش محل الضوء، يعني وين بفوت النور أنا على الغرفة تبعيتي أو على الصالون تبعيتي، بدي حتى بهالمحل لتعكس هالضوء لحتى ينور غير زوايا ويكبر غير زوايا. هلا بدهم يبلشوا يقطعوا معنا الصور، رح اقول لك اكثر كيف وليش. باول صوره هيدي الجمله يلي بلشتي لي فيها الحديث، المرايه برات البيت، هون بلشنا من البالي، هون بعد ما فتنا على الشقه او البيت بعدنا برا قدام الاسانسور، كثير حلو نستعمل المرايات. هون بنشوف كمان استعمال المرايه بالسقف، لانه كثير ناس وخاصه بس حطيت على البيج عندي انه بدي احكي مرايات، صار يجيني انبوكسز كيف نستعمل المرايه على السقف. جمانة، المراية على السقف بليز خففوا لي من استعمالها. للمدخل، للمدخل للباليه فينا نستعملها برا. نعم. ومثل ما مبين عندي بالصوره هون، بالنسبه للمدخل الداخلي لقلب الشقه لازم نستعمل المرايه ورا الكونسول. It's inviting، يعني بمجرد ما تفوتي وتشوف مراية بتحسي حالك إنه you're welcome على بيتك. نعم. وبكبر إسباس الأنتري. كتير حلو إذا الأنتري صغيرة استعمل مراية floor to ceiling، نكبر المراية. نعم. الناس بخافوا من مبدأ المرايات الكبيرة، أنا بقولكم ما تخافوا، سيختو إذا الإسباس صغير. هون فتنا على اكسترافاغانزا تانية للمرايات، رجعت بينت معي المراية يلي بالسقف. وهون أنا عم قلكم إنه بليز، بس حلوة كتير جمانة هون، ليكي حلوة رانيا، ما تبلشي هلا، حلوة حلوة ما تقولي لي، بس بتبطلي تعرفي وين تتطلعي، عندك المراية ورا الكونسول وعندك مراية بالسقف، إنه أوكي ضاعت الطاسة بالعربي الدارج، نحن بدنا نركز بس نستعمل المراية وين وشو بدنا نعكس. بس يعني هون إذا لو شلنا المراية تبع الكونسول كان ممكن تقطع على المراية اللي بالسقف جمانة؟ مش عدة مرايات بنفس الوقت، شفتي؟ طب اسمح لنا بوحدة. طب بسمح لك. اوكي هلا الصورة الثانية رح فرجيكي هاي
كيف انا قصد بدي ضيع الطاسه هون محطوطه بالسقف بس محطوطه بجيومتريكال ديزاين معينه بتبطلي بتعرفي شو عم تقشعي مزبوط ولكنها مقصوده وما في ولا اي مرايه تانية حواليها سو هون بتعكس الباركيه اللي بالارض بتعكس النور تبع البيفيتريا اللي مبينه عندي بالوش This is a nice way to use a mirror طبعا بدها تكون بس ليه هون قاصدين يعني هل الشقه صغيره شوي هل ما عندنا اليمنت ديكوراتيف ثاني او كيف C'est une question de décoration فقط لا غير يعني ما بدنا كثير ما راح اتفلسف لك باجابتي يعني مقصوده انه انا اعمل ان جو دوبتيك اذا بدك سو يعني المرايه بتسمح لنا انه هيك يكون عندنا هالشعطه الصغيره بالديكور ما هيك بتستعملي فيها هالشعطه هي من خلال المرايه لا كثير حلو دونك بس هدول المحلات يلي ممكن نستعمل فيهم مرايا بالسقف رانيا هلا رح منفوت على الصالون وعلى اوضه السفره ورح منشوف انه ممنوع نستعمل مرايات بالسقف هون فتنا على جو دراماتيكي فتنا على حمام الضيوف يلي هو اكثر محل حلو نستعمل فيهم مرايات مشغولين طب بس مش معقول لو ستيل فينيسيان روعه 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 وانتبهي المغسله شو عادي يعني منا شيء سيت ان لافابو ابيي بوزي على الارض جدا بايخه فوكس على المرايه فوكس على المرايه على الابليكيت على الحيطان الغامقين فتنا دراما لوك معقوش مهضومه هالانسان لا مش معقول دراما يعني فتت بال بال بالجو انت معي هلا خلص سو حمامات الضيوف قد ما بدكم جنوا واخواته بالمرايه كل شيء مسموح اوكي فتنا هون على الصالون اذا عندكم شمينه بالصالون بليز حطوا فوق منا مرايه لانه اجمل محل تحطي فيه مرايه بالصالون هي فوق الشمينه ليه لانه اول شيء جماليا كثير حلوه اذا بدنا نحكي فانك شوي بيقولوا انه المرايه اتس سورس اوف ووتر دونك بتحطي المرايه فوق النار بصير عندك لي دو اليمون مزبوط وبصير في ان جونغ ديكيليبر كثير حلوه المرايه فوق الشمينه رانيا جمان عندي سؤال تفضلي منمزج اوقات ستيلين ثلاثه مع بعض خصوصا حاليا يلي هالشغله دارجه كثير المرايه ممكن تكون هي البوان فوكال اذا بدك او هي نقطه التغيير بديكور يعني ممكن تكون بديكور كثير انتيك مرايه كثير مودرن او العكس لا انا بفضل العكس طبعا لانه فيك قد ما بدك تعملي ستيل مودرن وسمبل ومينيماليست وتجي تجيبي المرايه مع كادر اكزاكتلي مع كادر مشغول وذهبي ومحفور وانتيك واللي بدك تعمل امباكت بياخد العقل فريمون بياخد العقل تفضلي يعني انا بحب استفيد من وجودك كل واحد دائما بفكر بالاشياء اللي هو عنده اياها يمكن او بخبرته كل شخص بصالون او صالون وسفره هل من الضروري انه يكون في مرايه لا ابدا مش ضروري نو مش ضروري ابدا هلا اذا في شومينيه كثير حلو تنوضع فوقها حلو كمان نوضع مرايه حتى نفصل بين دو صالون اذا عندي انا صالونين حط انا دو شيز دابوان مع مرايه فوقهم مع سجاده بتاخذ العقل على الارض بشكل انك تفصلي بين اثنين صالون ولكن انه اجي انا حط مرايه قد ما كانت حلوه فوق كنبايه لانه عندي اياها ومش عارفه شو اعمل فيها هيدا غلط غلط مميت هلا بتبين معي بصوره هيدا الاغلاط ممنوع نستعملها بهالشكل بدي استعملها لحتى ابرز شيء حلو لاعكس ضوء ولكبر مساحه هيدي هي الاستعمالات الثلاثه للمرايه وعلى الانتري اتس ماست مجبورين طبعاً. هون عم نشوفها شفتي هالمرايه العظيمه هلا هي حلوه منها بشعه والكنبايه حلوه وكله ظابط بس اللي مش ظابط ونازع الهيئه كلها انه بليز عاتي ريفلكشن لباب شو لها معنى خدوها وحطوها بغير مطرح حطوها فوق بفائده سفره بتاخد حقها الطبيعي وبتاخد وبتعطي الجماليه المطلوبه لانه لما تنوضع مرايه بهيك حجم بغرفه سفره بتعكس اللوستر انا من المهندسين يلي بحب حط لوستر فوق طاوله السفره تريا حلوه وكبيره وما حط لوستر بغير محل من الصالون بعتمد على الاناره المخفيه والاناره الجانبيه السايد لامبس سو لهيك المرايه بقوطه السفره كثير حلوه رانيا وبهالصوره كمان يعني دغري بتخيلي اذا اشخاص قاعدين على هالصوفه واشخاص ثانيين قاعدين حدهم رح يلتهوا
كل الوقت يمكن بالمراية يلي بوجهه ما رح يركزوا على الشخص اللي قدامي. أنا كتير حبيت فاجئ هالصورة وفسر أنا وياك للمشاهدين أنه بليز ما تستعملوا مراية قد ما كانت كبيرة وصغيرة فوق صوفة. في شروط تانية لاستعمالات المراية فوق الصوفة، خاصة إذا الصالون أو أوضة القعدة، هون صرنا عم نحكي أوضة قعدة صغيرة، غرفة مستقلة يعني ما بيكون في إلا بداخلها عدة صالونات أو عدة قعدات، ساعتها فيني استعمل المراية بس بأشكال متعددة وبأعداد متعددة، مثل هيدا الإكزامبل يلي عم نشوفه رانيا. هون ما دخلت عند المراية الوحدة، دخلت عدة مرايا على حيط واحد، بكون أنا عم بقسم الحيط يلي فيسينج بعدة طرق، عم بخلق مثل جو معين كأنه تابلويات. بتصفي هيدي مقبولة. هون عندي نفس غير أوضة قاعدة مع مراية كبيرة، شوفي مش معقول، ما عم بقدر اتقبل الفكرة. بليز ما تحطوها مراية فوق كنبية أوضة سفرة أو صالون، ما تحطوها. بين الدرج بين الدرج فقط إذا كانت بأوضة قاعدة مغلقة صغيرة قسمون لعدة مرايات، وممكن يكونوا حتى أصغر من هذوليك اللي شفناهم. ليش لا؟ شوفي رانيا، المراية بأوضة السفرة شو حلوة، قد ما تكبر وقد ما تصغر وقد ما تتعدد، مرات منحط عدة مرايات بالطول دو تخوا حد بعضهم بيطلعوا بياخدوا العقل، لأنه عطول بأوضة السفرة يعني إذا انعكست التريا وانعكست الأشياء يلي محطوطين على البوفيه، إن كان دي شاندوليه أو شموع أو دي زوبجي أون أرجون فضيات أو غيرها، نخلق الإفي الحلو يلي عم نحكي عنه. جمانة، عن القياسات، وبما أنه ذكرنا القياسات بالأنتري يلي دايماً منشوف مريات يعني، وكأنه هون هالشي مفروض يكون إن كان قدام الباب أو برات الباب 100%. أنا ما قدام ممكن يكون القياس، وقدام القياس لازم يتاخد بالنسبة للمساحة اللي موجودة، إن كان بكلوار أو إذا كانوا مفتوحين على بعض الأنتري. صح. هلأ قد ما صغر الإسباس يلي عم نحكي عنه كبروا المراية. بالعكس يعني حتى من الأرض للسقف، كل ما كبرنا المراية كل ما بيطلع هالإسباس أكبر، بعكس ما البعض بيفكروا. حتى شوفي رانيا بهيدي الصورة، المراية يلي مستعملينها كبيرة نوعا ما، لأنه أوضة السفرة كتير صغيرة، ستون تابلو روند لخمس أشخاص ست أشخاص، دونك حطينا نحنا مراية على الحيط، وهون ما عندي بيفي قدام منا، يعني إذا ما عندي مطرح لبيفي يمكن يكون على غير حيط، حطوا مراية كبيرة ما تخافوا منها. هون فتنا على الممرات وشفنا انه كمان بقلب الممرات كتير مطرح منيح وايديال انه ينوضع فيه مرايات. هون جاي بقلب نيش مع إنارة من ضمنها، وعكسي بدل ما يكون عندك هالكوريدور كتير ضيق صار اوسع. سو هيدي شغلة كتير حلوة. هون كمان دخلت الميروار فينيسي، أنا كتير بحب هالستايل المرايا على الكولوار. شفت إنه منتفق منتفق أولي بكل شيء منتفق. هون في عنا خزانات، وبالآخر تما يضلوا هالحيط ضلوا بزهق فاتت هالمراية الفينيسيان. هون بس بدي أذكر قبل ما أنسى نقطة كتير مهمة رانيا، إنه مرات كتير بفوت على بيوت بشوف في مرايات واحدة يمين واحدة بوشها بغطى قلبي، بتحسي حالك يعني صالون دو كوافير اون سو ملتيبلي على عدة أشخاص. ليش؟ هلا في اشياء اوقات بنشوفها بالبيوت ما لها تفسير الا تفسير نفسي، فما رح منفوت فيه هلا جمانة ولا بالنرجسية ولا باي شيء اخر، ولكن في ناس يمكن كل واحد وعنده ستيله. بس قد ايه مهم اليوم من حديثك جمانة، وهيك حسينا انه قد ايه مهم راي اخصائي، راي شخص مهندس ديكور، انه يقدر يعطينا هالتفاصيل وهالتقنيات يلي ممكن نستعملها حتى بابسط الامور يلي هي مراية بالبيت. صحيح انت بتقولي هي حلوه بدي اعلقها، بس كيف تعلقيها وين تعلقيها كمان بتعكس على كثير نواحي جماليه وغيرها، كيف وين وباي طريقه وقد ايه علوها وقد ايه قياسها اتسترا. الكادر رانيا كثير مهم. اذا عندك مرايه عاديه، اذا كانت سمبل مع كادر بلا كادر، كادر مشغول فضي ذهبي، كله مهم. شكرا لك جمانة ابو فاضة على نصايحك المفيده جدا. بنشوفك لاحقا بحلقات جديده. بريك مشاهدينا، ومن بعدها بنكون مع آخر تطورات السوشيال ميديا بكونكتد.